وبيقول لا اللي بحبه يا نصر حطاه حطيت كل صوابع افشا حطيت كل صوابع افشا خمسه الايوه وخمسه لا ايوه ولا ولا لا 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 ايوه ولا ولا لا 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 وشوفنا الورد وردي جماله فوق الحد احنا جنينا وشوفنا الورد وردي جماله فوق الحد اديته واحدة قال لا لا قلت الوردة سابني وزق اديته واحدة قال لا لا قلت الوردة سابني وزق وفضلت اندهله ولا رق ايوه ولا ولا لا 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 ايوه ولا ولا لا 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 قلت عيب اللبس ده عيب مرة قابلته في المنجيب قلت له عيب اللبس ده عيب احمد غير دغري وكشر احمد غير دغري وكشر اصبح شكله في ثانية عجيب قلت يا ريتني ما قلت الحق راح يتجوز بنت واحد صاحب عمارة ابو العروسة بقول له بتشتغل ايه قال له مقدم قال له لا انا باخد خلوه واحد راح يتجوز ابو العروسة طلب منه مهر 10,000 جنيه قبضه المهر قال له هتدخل امتى قال له ما تيجي اللجنة واحد قصير قوي بيتخانق مع واحد طويل فات واحدة فندي بقول له القصير في ايه قال له في خناقة فوق لعيب كورة اصله بتاع بطيخ وقفوه جون كل ما يشوطوا عليه الكورة يطبطب عليها ويحطها في الجون واحد صعيدي اول مرة يلبس ساعة كل ما قابل واحد افندي في السكه اقول له الساعه كام واحد مستور روح البيت بيخبط على الباب مراته بتقول له مين عمل لها كده ماسح احذيه اشترى علبه جيلاتي كان بياكلها كده واحد قصير قوي واحد جزار معلم قد الدنيا بقول لمراته يا وليه حسسيني كده ان انا معلم الواحد كل يوم يقف في الدكان يقطع لحمه وكبده على القرمه يا قرمه ستات حلوه رايحه جايه تشتري تفتح النفس وانت مفيش حاجة ابدا كل يوم ارجع في البيت الاقي متحنطة زي الغفيرة كده اهو ما تقولي حاجة كده ولا كده ربنا يهدك قولي ربنا ياخدك اتزوقي كده تهبدي قام في يوم رجع لقى لابسة ومتشيكة قوي قال لها كده عظمة مرات معلم انما مفيش حاجة في بقك ليه قالت له ما لقيتش احمر احط لك سمين واحد بيشك في مراته قالت اي لباني اتجوز قعد مع مراته شهر وقطع واحد سكران رزل قوي ماشي عاكس واحدة وحشة قوي هي وحشة هو رزل قوي ماشي قرفان منها قوي يا وليه وحشة انت يا جربوعه يا سنكوحه يا عقل الوليه اتنرفزت قوي بصيت له بقلاطه كده يا راجل يا سكران الله انا اخت سكران حفوه الصبح انما انت واحد صعيدي بلدياتنا راح يشتري جزمه الراجل اسله الفرده الشمال اتمشى كده قال له سلام يا معلم كويس اجو الجزمه دي وطريه في رجلي مريحاني كام الجزمه دي قال له ب8 جنيه قال له ما تهاوت خلينا ناخد الجوز على بعضه واحد مسطول حط رجله تحت التانية قام نملت يبص مش لاقي رجله رجله يا جدعان يخرب بيوكو اروح البيت ازاي برجل واحده رجله يا جدعان اتنين قاعدين جنب منه متيسين قوي واحد غمز اللي جنبه قال له قوم بينا لاحسن يتهمها فينا واحد بلدياتنا اشترى جوزين جزم جوز بني وجوز اسود لبس فرده بني وفرده سودا ونزل قاعد على القهوه حاطط رجل على رجل اللي فوق بني واللي تحت سودا اللي تحت بني واللي فوق سودا اتنين قاعدين واحد بلدياته فات منهم قال له ايه اللي انت مهبي وده عايز تضحك علينا الناس حد يلبس فردة بني وفردة سودا قوم البيت غيرهم قال له انت مالك ما اللي في البيت زي دول واحد بلدياتنا سافر اوروبا يتفسح وهو ماشي في شوارع اوروبا قابل راجل من رجال الفضاء لابس بدلة الفضاء فجي جنبه كده قال له ايه البدلة الانتيكة اللي انت لابسها دي قال له اصلنا من القمر قال له وانا من عين شمس واحد يتجوز واحدة ست هبلة قوي جاب لها ازاز الكولونيا هديه الصبح لها تحط منها على الفول الوليه دي جوزها جاب لها بغبغان راح الشغل ورجع قال لها ما ده مكواس البغبغان اللي انا جبته قالت له كويس بس غير طعم الملوخيه واحد عمده من بحري ماشي جنب الهيلتون قابل واحد خواجه جه جنبه كده قال له خواجه انت مناني بلد يا خواجه قال له من المانيا الشرقيه قال له تعرف حد في الزقازيق اتنين صعايده وصوهم في البلد قالوا له خلي بالكم لما تنزلوا مصر تركبوا مع سواق التاكسي فتحوا مخكم لاحسن في سواقين تاكسات ما عندهمش ضمير بيلعبوا في العدادات وزودوها فتحوا مخكم لا تقعوا في سواق تاكسي كده ولا كده يكون ضرب العداد يورطكم
ركبوا مع سواق التاكسي وهم فاهمين بقى الحاجات دي، واحد قاعد قدام والتاني ورا، لبسوا السواق خلوه زي الساندوتش بينهم. قالوا لك اسمع الطريق اللي نقول لك عليه تمشي في دغري، تروح كده ولا كده هنقطعك ونفرك ونطلع عينك كده، فاهم ولا؟ الراجل قعد يطنيه في دياب، فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، عايزين تروحوا فين على الصبح؟ قالوا اطلع بينا على شارع الهرم، عايزين نتفسح وندور تساويري ونعمل سواح جنب ابو الهول. تلف كده ولا كده غير الطريق اللي نقول لك عليه، كيف كيفنا كل الحاجات الانتيكه اللي بتعملوها في العدادات دي احنا فاهمينها كويس كده ومتوصين عليها من البلد، ما تلفش وتدور علينا لما نقطعك كده ونفرك، فاهم ولا؟ الراجل مشي لغايه اخر شارع الهرم، قالوا له خش شمال ودور يمين ودور يمين وخش شمال ووقف جنبه، ولا تلف كده ولا كده غير الطريق اللي نقول لك عليه، كيف كيفنا كل الحاجات الانتيكه اللي بتعملوها في العدادات دي احنا فاهمينها كويس كده ومتوصين عليها من البلد، ما تلفش وتدور علينا نقطعك كده ونفرك وطلع عينك كده، فاهم ولا؟ وصل لغايه ابو الهول، قالوا له وقف هنا، بص في العداد، فرنجي عربي طلياني هندي فرنساوي جريجي، نفهم كل لغات العالم، لفش وتدور عليه لما نقطعك ونفرك، فاهم الحاجات اللي بتعملوها في العدادات دي احنا متوصين عليها من البلد ونفهمها كويس كاي. الراجل بص في العداد وهو بيتنفض، قال لهم العداد عمل 70 قرش، كل واحد طلع 70 قرش اداهم له ومشي. واحده ست بتدور في جيب جوزها، لقت حته مخدرات صغيره فكرتها شوكولاته كلتها، دماغها تقلت. جوزها راح الشغل من هنا وهي بقت فرحانه بنفسها من هنا، تاتي ايتو الراجل جوزها افتكر ساب الشغل وطلع جري على البيت، راح داخل ضارب باب الشقه برجله، لقى مراته تايه خالص، تاتي يا ولا كلام فارغ ليه انت بتهببيه ده؟ الجيران يقولوا عليك ايه؟ اتجننتي؟ قالت له ايه سيبنا اصلا انا مبسوطه شويه، تهدي لا مفيش فايده منها. لا اسمعي انا ايدي مجزوعه، طلعت لي فتله صوف من عند الجيران عشان اربطها. قالوا ليه يطلوا صوف اما اقول لك بقى؟ انا مش فاضي قد العادي. طلعت فوق السطوح لقت صراحه فوق شعشعه اكتر، حزمت وقت يا رأس، وعايز له فتلة صوف، وعايز له فتلة صوف، وعايز له فتلة صوف، وعايز له فتلة صوف، وعايز له فتلة صوف. استناها ساعة اتنين تلاتة مفيش فايدة، صحب عصاية وطلع يضربها على فوق السطوح، هو كان بيخاف منها قوي، لا شغالة برضه، وعايز له فتلة صوف، وعايز له فتلة صوف، وعايز له فتلة صوف، وعايز له فتلة صوف. راح ماسك العصاية في ايده، ولا ايه الكلام فارغ اللي انت بتهببيه ده؟ راح اتشخطة فيها، قالت له كراي! لا 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 تربت تربت تتو تربت تربت تتو. البلكونه الحلو يطل والشم منور زي الفل، البلكونه الحلو يطل والشم منور زي الفل، اجل اهله قوامي الدار ويروح اقابل بالنصاره، اجل اهله قوامي الدار ويروح اقابل بالنصاره.
طلع. يبقى الليالي نهار واللي الغروب تنسعد الفرحة والأنوار.
اللي من شاف جمالك هيتربى في المجال.